خمسة أعوام من التحديات وعهد يتجدد بالمحبة والصدق والوفا في كل ذكرى للبيعة، تظهر كل معاني وقيم الولاء والانتماء لقيادتنا رشيدة، فنبايع بقلوب محبة وعقول تدرك أن البناء والتطوير في استمرار في عهد العزم والحزم والازدهار والخير ورؤية وطن تحقق. بكل فخر وولاء نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على السمع والطاعة، سائلين الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يديم نعمة الأمن والأمان. دام عزك يا وطن ودمت لنا يا ملك الحزم والعزم. مشاهدينا نتابع الآن أبرز العناوين لحلقة اليوم من برنامج سيدتي. تشاهدون اليوم منتدى الإعلام السعودي منصة ثرية لتمكين النخبة الإعلامية من مواكبة التحولات وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات المهنية. منظم رحلات سعودي محاط بالسياح من مختلف دول العالم للترويج للسياحة الداخلية وبجهد فردي، فما هي حكايته؟ مشروع سعودي أتراكشنز وتغطياتهم المميزة لموسم الرياض وأجواء الفعاليات. هل ممارسة الرياضة في فصل الشتاء تساعد في زيادة مناعتنا والتغلب على الأمراض؟ تخيل ما يمكنك صنعه بإشارة إصبع ورمشة عين. سعوديون يغيرون وجه العالم. العازف نوري أحمد يتحدث لسيدتي عن شغفه بالموسيقى وآلة البيانو. هلا وسهلا فيكم وحياكم الله من جديد. بس خلوني قبل ما نبدا اكيد بفقراتنا رحب زميلتي عبير، حياك الله عبير. اهلا وسهلا فيك يا رندا، ابدعتي، واهلا وسهلا طبعا بالساده المشاهدين، وكل عام واحنا والوطن بخير. آمين. ومن احلى الاشياء واجمل الاشياء فعليا واجمل شعور نحسه انه الحمد لله احنا ننتمي لهذا الوطن. والحمد لله اللي قاعدين نحس فيه من نعم. وطبعا اكبرها يمكن نعمه الامن والامان، اللهم يديمها، يعني نسال الله ان يديمها علينا من جد، لانه احنا الحمد لله احسن بكثير من ناس غيرنا. واكيد بكل فخر ولا نجدد البيعة صاحب السمو ولي عهده الامين. طبعا عبير يعني انا سكت لانه اعرف انه اول يعني اول محور عندك واول موضوع يعني نبغى ندخل حنا على طول. يلا طب انا اقول لك، بما انه اليوم يعني احنا قاعدين نجدد البيعة للولاء والولاء لخادم الحرمين الشريفين ولي عهده الامين محمد بن سلمان، ايش رايك نبداها رحلة البقاع الوطن؟ يلا تابع مشاهدينا رحلة البقاع الوطن في بداية حلقتنا ونرجع لكم.
يعني حاجة حلوة من جد اللي شفناها خلال الأسبوع اللي فات في المملكة كلها. صحيح. يعني يمكن كان أبرزها موسم الأمطار في الرياض من جد الأسبوع اللي فات، كنا مرة مبسوطين، بس للأسف راحت المطر، ما صارت تمطر من كثر ما نقينا على المطر، من كثر مطر 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 ومن علمك صوت المطر، والله العظيم خلاص انتهى من جد يعني. بس إن شاء الله إن شاء الله يعني، أنا أتمنى يا رب إنه ينزل مطر قريب من جد، لأنه أحس بدأت تصير حر شوية. حر الظهر مرة حر، بس حر. المشكلة تعرفي جوا البيت يكون الجدران باردة، الجدران باردة واحنا قاعدين برد، وتجلسين تتدفين لما تطلعين برا تحسين. صح انا بيتي كذا، انا بيتي سبحان الله يعني مرة بارد من جوا، ولما اخرج مثلا من البيت في شمس ودفى وفي حر، وحتى بالليل يعني ما تكون درجات الحرارة. صحيح. زي اول اسبوع. وغير كذا جازان بعد ما امطرت، شفتي الشلال كيف، شلال اللي من جبال القهر. صحيح. واو مرة جازان جميلة صراحة، طبعا جنوب جميلة كلها جميلة، بجبالها بخضارها بكل شيء. فأنا اللي ألفت انتباهي عبير الإطلالة البانورامية على مكة، يعني أوكي. تخيلي أنه مصلى فوق. أوكي. كيف تصل، ليش تطلين على الكعبة، مرة شيء حلو. ما أدري شوية خفتي، ما تخيلت الموقف أو كيف رح يكون يعني، ما أدري. إن شاء الله إن شاء الله الله يكتب لنا إن شاء الله، يكتب لنا في نجرب. الله يكتب لنا في مكة. وكمان لفت انتباه الفارسات السعوديات. أيوة. يعني مرة أبدعوا، ما في شيء يعني عبير يعني كان حاجز بينهم وبين الشيء اللي هم يحبونه. صحيح. حبيت انهم كيف ابدعوا، حبيت انه كيف شاركوا بهالبطوله وهالمسابقه. يمكن تتذكري انت كنتي معانا لما استضفتي كمان فارسه سعوديه. صحيح. 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 فيعني ما شاء الله احنا قاعدين نشوف البنات قد ايه بيطلعوا بيبينوا مواهبهم دحين، مهاراتهم سواء في مختلف انواع الرياضات وغير الرياضات، حتى مجالات ثانيه. بس البنات من جد الحين قاعدين يقولوا هذا وقتنا، واحنا قاعدين نشع من جد يعني، عارفه اللي أبدأ. كل حاجه من جد قاعدين يبدعوا فيها. ابدعوا الحمد انطلقوا. لله يعني هذه حاجه حلوه. والله ابدعوا انطلقوا يعني انطلق. من جد خلينا نطلع فاصل شايك. يلا طبعا مشاهدينا مكملين معكم حلقتنا لليوم، لكن بعد الفاصل. تشهد السعودية تحولات اجتماعية وسياسية نوعية برؤية 2030 طبعا الطموحة، مما حدا هيئة الصحفيين السعوديين للمبادرة إلى طرح فكرة إقامة منتدى سنوي للإعلام السعودي، طبعا لفتح الباب أمام التقاء نخبة من إعلاميين العالم تحت سقف واحد بالرياض. أكيد للحديث أكثر معنا بالاستوديو الإعلامية هنا أركابي، حياة الله هنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا نورتي. عندنا فضول نبغاك تكلمينا شوي عن المنتدى، هذا أول شيء، وهل هو طال انتظاره؟ أنت يعني تحت الهواء قلتي لنا كانت في محاولات خجولة. صح. الآن إيش؟ الآن لا ما شاء الله تبارك الله. بس قبل ما نحكي في المنتدى، معلش اسمحوا لي إن طبعاً يعني اليوم ذكرى البيعة الخامسة ما شاء الله تبارك الرحمن، وإن شاء الله يا رب تنعاد خمسات وخمسات وخمسات أكثر وأكثر. فخليني أرفع يعني التهاني أكيد والمبايعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه ويطول عمره، والسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. طبعا 5 سنوات كانها 50 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن من كثرة الإنجازات. صحيح. يعني ما شاء الله. نرجع للحديث عن المنتدى. طبعا هذا هو المنتدى الأول بهذه الضخامة، وكانت في محاولات قلت لك بسيطة أو خجولة سابقا، يعني سووا منتدى في جدة أو منتديين، ولكن هذا الآن هو المنتدى يعتبر الأول تحت مظلة هيئة الصحفيين وبإشراف وزارة الإعلام، ومبادرة كانت رائعة الحقيقة. طبعا رئيس المنتدى الأستاذ محمد فهد الحارثي، والإشراف العام على المنتدى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة. فيعني انتم عارفين حجم المملكة العربية السعودية ما شاء الله، ومكانتها العربية والدولية ليس فقط إعلاميا بكل المجالات. ففعلا آن الأوان انه يكون لدينا إعلام عفوا منتدى إعلامي كبير بهذا الحجم اللي يليق بالمملكة العربية السعودية. احنا دائما كنا نروح لدبي منتدى الإعلام العربي. صحيح. في الإمارات العربية المتحدة، ودائما يعني في خاطرنا احنا كاعلاميين بين بعض انه يقول دائما انه ايش ينقصنا ما يكون عندنا منتدى اعلامي مثل الموجود في الامارات. والحمد لله يعني الحمد لله انه الان بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود معالي الوزير استاذ تركي واستاذ محمد فهد الحارثي وكل القائمين على هذا المنتدى
تحقق الحلم ان شاء الله. هذا شيء جميل طبعا استاذه هناء، بس لو تسمحي لي اسالك عن اهداف هذا المنتدى، وانت ذكرتي انه كان في منتديين قبل كذا في جده، فابغى اعرف ايش اللي يميز هذا المنتدى عن باقي المنتديات، وهل راح يكون في اختلاف معين عن المنتدى اللي ذكرتي كمان كان في دبي؟ شوفي، هو اللي كانت مبادرات شخصيه للأمانة، يعني ما كانت تحت مظلات رسمية، هو هذا اللي يميز الآن. الآن بهذا الوقت أنت شايفة يعني كيف صناعة الإعلام تطورت جدا، وما عادت زي قبل، يعني الدنيا انفتحت والعالم أصبح قرية صغيرة والناس كلهم تحولوا إلى إعلاميين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لابد الآن من يعني عملية ضبط وعملية خلينا نقول ترجمة حرفية للمعنى الإعلامي، يعني إيش هو الإعلام السعودي؟ أنت عارفة أنه أول صحيفة طلعت في مكة المكرمة عام 1924 ميلادي، تخيلي من متى؟ طبعا صحيفة أم القرى المعروفة، بعد ما دخل الملك عبد العزيز الله يرحمه إلى مكة المكرمة. وقبلها كانت أيضا هناك اجتهادات فردية، سواء بالحجاز أو بنجد أو بالقصيم، كان في جرايد بسيطة من أصحاب، ولكن بدأت الصحافة السعودية الرسمية من عام 1924. فشايفة أنت من عام 1924 إلى الآن، من متى بدأت الإذاعة، يكون متى بدأت التلفزيون؟ فرق كبير بين التطور وأصلا بين الطرح جدا وثري، يعني التجربة الإعلامية السعودية ثرية جدا، يمكن الناس ما كانت تدرك هذا الشيء إلا الآن صار يشوفوا، يعني بعد الانفتاح ما شاء الله، وبعد القنوات الفضائية وبعد الفضاء المفتوح، التواصل الاجتماعي، بدأوا الآن يشوفوا أنه ما شاء الله في كثير سعوديين وفي كثير سعوديات، بس هو هذا شيء قديم جدا. فالآن أنت لما تجي تذكر الإنجاز كان موجود، الإنجاز السعودي طبعاً كان موجود، ولكن ما كان باين للناس، ما كان باين بشكل كامل. إذاعة السعودية عمرها أكثر من 55 سنة، 56 سنة. التلفزيون نفس الشيء دخل على السنة 51، فما شاء الله تبارك الله الإعلام السعودي ثري جدا، ولدينا يعني من جد يعني نقول فطاحل ما شاء الله في عالم الصحافة والأدب، أديبات، أدباء، كتاب، كاتبات، مذيعين، مذيعات، صناع إعلام حتى من على مستوى شركات الإنتاج، كلها أصبحت ما شاء الله برؤوس أموال سعودية وبأفكار سعودية أيضا، يعني حتى أصحاب الفكر سعوديين. فالآن أنت لما تجمعي نخب من مختلف دول العالم ويشوفوا على أرض الواقع هذا الإنجاز، هذا الإنجاز، ويكونوا معك شركاء في وضع استراتيجيات جديدة، كيف أنك أنت تواكبي، كيف أنك أنت تتطوري أكثر وأكثر، يعني ممكن أنه نستفيد منهم ويستفيدون أكيد. منه. بس أنا نعرف أنه الإعلام السعودي مرة قوي، يعني طبعا الحمد لله من قبل ذا المنتدى وإن شاء الله من بعده بيكون أقوى وأقوى طبعاً. بس أبغى أعرف أهميته الآن، أهميته الآن عشان أنت شايفة إحنا الانفتاح الآن، أهميته مع رؤية 2030، أهميته فعلا أنه نوري العالم وين وصلنا، وين وصلت المملكة العربية السعودية. فهذا شيء جميل جدا، يعني كنا أول زي ما قلت لك يعني كانت المحاولات بسيطة أو خجولة، الآن ما شاء الله الفضاء مفتوح ومفتوح، 1000 متحدث عندك ما شاء الله. تخيلي يعني عندك 1000 ضيف، 1000 ضيف، أكثر من 600 حيكون لهم مشاركات فعلية، يعني لأنه في ورش عمل صحيح وفي جلسات، فورش العمل متزامنة، هو صحيح مدته يومين ولكن زخم جدا يعني بالمضمون، بس كذا يعني وهكت الناس شفتي ما يعرفون يروحون، خاصة أنه معالي بالعكس إحنا بعصر السرعة وعصر التخصص، يعني أنت عارفة يعني الشبانة حيكون موجود، يعني معلش الناس وين بتروح بالضبط؟ هو جلسة معالي الوزير الكل حيحضرها، ما أكيد أكيد ما في خلاف لهالشيء، بس باقي الجلسات أنت واهتماماتك أوكي. عشان ما نلزمك، وأنت عارفة الآن الدنيا صار الوقت له ثمن يعني صحيح. فالقائمين طبعا على المنتدى ارتأوا أنه يكون بالتزامن خلال يومين ورش عمل وجلسات متنوعة جميل. كل شخص حسب تخصصه، كل شخص حسب توجهه يختار الجلسة اللي تناسبه أو الورشة اللي تناسبه يدخل فيها. جميل، يعني ما شاء الله 1000 متحدث، 1000 ضيف، 600 ضيف، حوالي 600 متحدث، ولهم مشاركات خاصة بس متحدثين سواء في الورش أو في رائع. طيب لو تعطينا هنتات بسيطة عن أهم المواضيع اللي ممكن تكون راح يتحدثوا عنها في المنتدى، يعني أبرز الموضوعات اللي ممكن وأنتم حابين فعليا تناقشوها. شوفي أنا أتكلم لك عن جلسة أنا يعني حديرها،
ممكن أشرح لك عنها بالتفصيل، ولكن بشكل عام ممكن أعطيكي نبذة سريعة عن يعني أهم الجلسات. طبعا كلها يعني أغلبها تنصب في استراتيجيات الحديثة للإعلام الحديث، أهم التحديات اللي تواجه الآن الإعلام بشكل عام والإعلام السعودي بشكل خاص. في عندك طبعا تحدث عن الإعلام الرقمي، في عندك صحافة البيانات، في جلسات عن المستقبل في الإعلام، هذه كلها حتكون مجموعة جلسات من ضمن اللي أنت رح تحكيه. أنا اللي ححكي عنها أو بالأحرى أنا اللي حديرها، طبعا معي أساتذة هم اللي حيحكوا أفضل مني، سبقوني بالتجربة. حتكون عن الإعلامية السعودية، الحضور والتمثيل. الحضور والتمثيل. الحضور والتمثيل، فإن شاء الله حيكون معنا أربع متحدثات، أستاذة أميمة الخميس الكاتبة المعروفة، الأستاذة فوزية البكر أيضا الكاتبة والأكاديمية المعروفة، الأستاذة منى أبو سليمان الإعلامية المعروفة، وأستاذة مها عقيل اللي هي مديرة الشؤون الإعلامية في منظمة العالم الإسلامي أيضا. فكل واحدة حتتكلم في مجالها، كل واحدة حتتكلم عن المرأة السعودية اللي حاضرة من زمان، ويمكن هذه كمان المعلومة اللي كثير من الناس ما يدركوها، أنه الإعلامية السعودية حاضرة من السبعينات ميلادي. جميل. من نهاية الستينات بداية السبعينات ميلادي كانت حاضرة سعودية، وكان في طبعا من أخوات من الدول العربية الشقيقة، ولكن يعني في أسماء كبيرة، في مريم الغامدي، صحيح، نوال بخش، أستاذة سلوى شاكر، نريمان حمزة، فاتنة شاكر، شعاع الراشد، هذول الأسماء الكبيرة اللي بدأوا، هم اللي بدأوا طبعا، هم اللي مهدوا الطريق يعني. يمكن هم على الوقت ده كانت الصعوبات يمكن أكثر وغير اللي كانت بتواجههم. جدا جدا يعني كان تحديات مختلفة. أنت تتخيلي أنه كانوا أغلب الصحفيات يكتبوا بأسماء مستعارة، صحيح، فما بالك اللي تظهر على الشاشة. كان ظهورهم خجول. ذكرتي نقطة مرة مهمة هنا، قلتي شبكات التواصل الاجتماعي. نعم. احنا نعرف أنه شباب نسم الله على قلبهم يعني مندمجين كلهم إعلاميين. أي بالضبط. شوفي بما أنك تكتبين رأيك تكتبين أشياء، فهذا يعكس صورتك، فأنت يعني شبه إعلامية بتكونين خاصة على تويتر والمواقع هذه. نعم. بس أبغى أسألك يا هنا، يعني كيف ممكن يساعد هالمنتدى هذا الشباب أنهم يحققون الغاية اللي حنا نبغاها؟ طبعا في آليات معينة من خلال الورش اللي ممكن يحضروها طبعا للمهتمين. شوفي أنا في عندي يعني قناعة شخصية على المهتمين، أي أن لأنه مو كل من طلع تكلم، يعني مو كل من مسك مايك إعلام، يعطيك العافية، وكل مو كل من كتب كلمتين هو صحفي أو هو أديب، صحيح، أو هو لا، في فرق بين فعلا ناس موهوبة عندها فعلا موهبة وعندها ملكة ممكن تصقلها، وفي ناس لا تطلع لمجرد حب الشهرة أو حب الظهور. عشان كذا أنا دائما لما أسأل يعني كثير يقولوا لي أنه مثلا الإعلامي، أقول لهم لا انتبه، كلمة إعلامي حط تحتها 100 خط، لأن الإعلام رسالة، صحيح، الإعلام أمانة، صحيح، الإعلام قدرة، يعني مو لعبة، صحيح، بس مو مجرد اني انا ظهرت معناها صار اعلامي. فكنا انا على ذا الطاري اعتذر بقاطعك، انه انا اتضايق لما احد يقول لي الاعلاميه فعليا، لانه ما ارتقيت وصلت لها المستوى ان شاء الله، عرفتي، ولكن انت تمارسي عمل اعلامي، صحيح، من حقك، صحيح، بس انه للان الاعلامي يحسونه انه مره سهل. يعني خلينا نصير زي مثلا الناس الكبيره اللي ممكن نتمثل فيها. صحيح، الله يسعدك. لا شوفي احنا والله للامانه تعبنا، يعني احنا جيلنا، انا اعتبر من جيل الوسط، انا اللي سبقوني ما شاء الله لهم تجربه كبيره، انا بديت عام 2000 ميلادي، فلي 19 سنه الان، ومع ذلك عانيت الامرين للامانه مجتمعيا فقط، ما عانيت ابدا من، بالعكس كان لي كل الدعم والمسانده من الجهاز اللي كنت اعمل فيه، التلفزيون السعودي، من الرؤساء، من المدراء، من الزملاء، تقبل المجتمع جدا، هو المجتمع اللي كانت أكيد. العثره اللي كانت فعلا هي مجتمعيه بحته. بس برضو احنا تعبنا، يعني على ما يقولوا تاسسنا صح، خلينا نتعب يا استاذه انا زيك، وصدقيني بنصير اعلاميات ان شاء الله، يمكن كتب قبل ان شاء الله. يعني انا كنت ابغى اسالك سؤال شخصي شويه، ما له يعني علاقه وطيده بالمنتدى، ولكن احتمال تتناقشوا يعني بخصوص ده الموضوع. قد ايه ممكن تكون مواقع السوشيال ميديا تاثر
علينا احنا ككل شباب وشابات في الوطن السعودي حابين يعملوا حاجه زي ما قالت رندا، حابين فكره الاعلام، حابين فكره ان هم يعملوا تغريده معينه. تاسيس تقصدين عبير؟ لا، بشكل عام انه قد ايه هياثر ان هم اصلا مو فاهمين الكونسبت الاساسي للاعلامي وانت جالس تحاول او تبين قشره معينه كاعلامي. يعني من الخارج هذه القشره اعلامي، لكن من داخلك لست اعلامي. صحيح. شوفي انا حاقول لك باختصار، هي مفرده واحده ولكن المفروض انهم يستوعبوها ويعرفوها. المحتوى. صحيح. محتوى. المحتوى، انت لما تركز على المحتوى وانت عارف ايش تبغى تقدم، ايش المحتوى اللي عندك يا بمراعاة امور، يعني احنا زي ما قلنا انت سعوديه وهو سعودي، معناها في عندك اشياء هذه تؤخذ بالاعتبار ولا تمس هويتك. صحيح. هويتك كمواطن سعودي قبل اي شيء اخر. انت قيمك، مبادئك، افكارك، يعني هذا هو، يعني انت تمثل وطن. صح. بس هي كلمتين. اختار محتوى ويكون عندك المسؤوليه انك انت مواطن سعودي وعندك الملكه، عندك الموهبه، حتوصل، حتكبر. اما عمليه التسويق لا، انت ما انت اعلامي، انت مسوق. صح. عرفتي الفرق؟ يعني لما يطلع لي واحد في اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي ويسوق، حتى لو سوق لنفسه، لا شكله لا ستايله لا ما في شيء يوحي بذلك. لكن عارفه استاذه يمكن هي بدايات فعلا، ولكن اشخاص يعني مثلا المنتدى هذا موجود عشان من جد يدعم، من جد يوضح ايش الاساسيات، يحطها في الطريق طبعاً. زي ما احنا سوينا. يمكن كانت المرحله اللي صارت اصعب، ما اتكلم عني انا، يعني اتكلم عن ناس اكبر مني اعلاميا وعندهم خبره اوفر طبعا، زي ما هم يعني كانوا بيواجهوا صعاب، في اشياء هم هي مهدوها لنا احنا كاعلاميين جدد. طبعاً. يعني انا اشكر لك تواجدك معنا استاذه هنا. شكرا. يعطيك الف عافيه. ان شاء الله موفقين في هذا المنتدى، وان شاء الله يكون صوره الله. حلوه لكل السعوديين والسعوديات ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله نستناكم تنورونا في المنتدى ان شاء الله باذن الله. واكيد روتانا الخليجيه حتكون مواكبه لكل جلسات المنتدى. اكيد باذن الله. شكرا على الاستضافه، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. مشاهدينا نطلع فاصل ولكن مكبرين معاكم باقي فقرتنا. في الأنام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة، مهاب في الأنام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة، مثيل أبيه أشباها وفعلا، عصي الوصف سلمان الشهامة، مثيل أبيه أشباها وفعلا، عصي الوصف سلمان الشهامة. طبعا لم يكتفي موسم الرياض بتسليط الضوء على المواهب الفنية بخلاف مجالاتها، إنما أعطى فرصة كبيرة لقطاعات خاصة ومشاريع أكيد شبابية مختلفة حتى يتوسعوا أكثر. أحد تلك المشاريع كانت سعودي، طبعا الاسم خاف اخر، اتراكشنز، بحيث كان لهم التغطيات الاكبر لفعاليات موسم الرياض وعيشونا معهم اجواء الفعاليات المميزه. نتعرف عليهم اكثر. معنا اليوم طبعا خالد باعقيل، شريك مؤسس في سعودي اتراكشن، وعبد الرحمن باعقيل طبعا اكيد شريك مؤسس. حياكم الله. الله هلا وسهلا. شكرا على الاستضافه. هلا وسهلا. طيب اول شيء كلمونا عن مشروعكم شوي، نبغى نعرف ايش المشروع وكيف بديتوه. طبعا احنا بدينا في عام 2015 باسم جده اتراكشنز. طبعا احنا انطلقنا من، كانت بدايتنا في جده، مدينه جده، ومقرنا في مدينه جده. فاشتغلنا على مدى 4 سنوات الحمد لله باسم جده اتراكشنز، وكان تخصصنا وانعرفنا عند الناس بتغطيات الفعاليات والايفنتس والاتراكشنز. وطبعا انعرف حسابنا بطبعا الوجه الاعلامي عندنا احنا نسميه عبد الرحمن. عبد الرحمن باين انه هو حماسي اكثر. صحيح. صحيح. ومن هنا كانت الانطلاقه. وفي عام 2019 شهر اكتوبر عملنا الريبراندنج، فغيرنا من جده اتراكشنز السعودي اتراكشنز، مع طبعا اللي ساير الان ما شاء الله من برنامج طبعا سمو سيدي ولي العهد امير الشباب امير الرؤيه
مواسم السعودية اللي طبعا أثرى قطاع الترفيه والسياحة بشكل كبير جدا. صحيح. فكان هذا هو السبب الرئيسي لتغيير الاسم من جدة أتراكشن سعودية أتراكشن، حتى نكون متواجدين في كل مدن المملكة ونغطي كل هذه المواسم صراحة، اللي كل موسم أحلى من الثاني. صحيح. أمانة يعني، فنشكرهم وعلى دعمهم لنا، سواء طبعا سمو سيدي ولي العهد أمير الشباب أمير الرؤية، اللي دعم جميع الشباب ومكنهم أنهم يدخلوا في هذا القطاع. صحيح. ويعكسوا طبعا الترفيه في مملكتنا الغالية. وطبعا لا ننسى نشكر كمان على رأس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، وطبعا من قبلهم يعني أكيد سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه وطول عمره. فهذه هي باختصار بداية جدة أتراكشنز اللي الآن سعودي أتراكشنز. جميل. أنا ممتنة بصراحة أنه أنت قلت هذا الكلام كله، لأنه حسيته بيتكلم من قلب، أنه من جد هم ساعدوا ودعموا الشباب في كثير من الأشياء والأفكار اللي زي كذا. شوف كيف كانت الفكرة بسيطة لكن بعدين اتطورت ما شاء الله وصارت سعودي أتراكشن. عبد الرحمن كيف حالك؟ الحمد لله. أنت مرة متحمس؟ جاهز. أوكي. وما شاء الله أنت الوجه الإعلامي لسعودي أتراكشنز. طيب يعني مثلا في ناس ما ليها في السوشيال ميديا، انا واحده اللي على قدي بصراحه والله، يعني اللي ما يعرف سعودي اتراكشن او جده اتراكشن لما كانت، كيف ايش تقول له؟ يعني انتم مثلا بتروحوا تحضروا ايفنتات معينه، بتروح مثلا اماكن معينه محطوطه في الموسم او مخصصه بفعاليات الموسم وبتصوروها، كيف بتكون؟ اذن جوالك. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اوكي. إذا سؤالك إنه إحنا كيف بنختار الأشياء اللي إحنا بنغطيها وكذا، طبعًا إحنا دائمًا أي شيء بنغطيه هدفنا نصنع محتوى مميز ومختلف للمتابعين أيًا كان نوعهم. حلو. وزي ما أنت تفضلتي إنه حتى اللي ما لهم في السوشيال ميديا حيسمعوا من اللي لهم في السوشيال ميديا. تمام. خصوصًا حتى الكبار في السن أو الناس اللي مو مرة يعني في سناب شات، إحنا بنحط على اليوتيوب، بنحط على الإنستغرام، أحيانًا المقاطع تبعنا تداول في الواتساب. حلو. فبتوصل يعني بتوصل الرساله. انت بس بتصور ولا هل انه انت بتتكلم مثلا مع الفولورز حقونكم بحيث انه يتفاعل بالضبط يتفاعلوا معك، غير كذا توضح لهم مثلا هذا المكان ايش او هذا اليوم ايش هنسوي او مثلا تكون حفله لفنان معين، ايش بتعمل بالضبط؟ اوكي. احنا طبعا حسابنا الستايل تبعه بشكل اساسي مختلف شوي عن اللي الناس تعود على الحسابات الشخصيه وحسابات المشاهير. هو حساب يعنى بصناعة محتوى عن الترفيه والسياحة في المملكة. هذه المظلة الرئيسية. أنا أظهر في الحساب لكن في الأخير أنا ما ببين أشيائي أو حياتي أنا الخاصة، لا، إحنا هدفنا دائما نصنع الترفيه محتوى فقط. أيوة، نصنع محتوى عن الفعاليات، عن الأكتيفيتيز، الناس إيش تسوي، عندنا أشياء مجتمعية، عندنا أشياء خيرية. نتفاعل مع الجمهور برضو في هذا النطاق دائما. يعني نحاول إن إحنا دائما نسأل أسئلة، أحيانا نعمل مسابقات معينة، ننزل أشياء في الإنستغرام، ففي تفاعل طبعا. وفي تفاعل من الناس. في تفاعل كبير، لأنه اللي يتابع حساب يعني أول جدة أتراكشنز الحين سعودي أتراكشنز، خلاص هذا متابع تارجت واضح إنه هذا بيتابعنا، إنه سعودي أتراكشنز حيعطوني محتوى عن الفعاليات والترفيه اللي صاير في يعني كأنكم مرجع. صحيح. 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 كلكم مرجع. بالضبط. بس خليني يعني أسألكم إذا تسمحوا لي الاثنين. أكيد. إيش مشاركتكم بموسم الرياض؟ يعني لو تكلمونا عنه أكثر. طبعًا إحنا كفريق سعودي أتراكشنز طبعًا أول شيء طبعًا زي ما تفضلت ردًا لسؤالك، أول شيء قبل ما أجاوب أحب أشكر طبعًا جميع أعضاء فريق سعودي أتراكشنز على رأسهم عبد الرحمن، طبعًا هو الوجه الإعلامي واللي هو في قلب الحدث دائمًا. جميل. طبعًا لا أنسى أن أشكر صالح ومحمد وخالد وعبد الله. على العمل الرائع هذا اللي احنا الحمد لله تدرجنا فيه من موسم الشرقية لموسم جدة لموسم الرياض حاليا. فإحنا تواجدنا في موسم الرياض إنه احنا نغطي ال 12 زونز اللي موجودة في موسم الرياض بشكل يومي. حلو. ونخلي المتابعين أو الحضور سواء في مدينة الرياض أو من خارج مدينة الرياض أو حتى من خارج المملكة، لأنه الحمد لله حتى احنا حساباتنا متابعين من خارج المملكة أيضا من دول الخليج. أوكي. وفي ناس حتى من برا يعني منطقة الخليج والشرق الأوسط. هذا جميل. فهذا شيء يعني أمانة إحنا بنحاول قد ما قلت لك عبد الرحمن إن إحنا نحاول نجتهد إنه إحنا نخلي الناس. طبعا هي مسؤولية، وهذه المسؤولية طبعا إحنا نشكر فيها هيئة الترفيه وجميع الشركات اللي تندرج تحتها، إن هم حطوا الثقة فينا إنه إحنا ننقل هذا المحتوى الجبار والعمل الأكثر من رائع
أمانة، لأنه مجهود يعني أنا مهما أتكلم ما حقدر. طب خليني أوصف. أسألك سؤال بما أنك ذكرت هالموضوع، هل أنتم تكونون يعني تغطون قبل الموسم؟ يعني مثلا يجيكم إيش زي مثلا سفراء للموسم؟ نعم. إيش الأشياء اللي إحنا طبعا عملنا زي ما أنت تفضلتي بيكون إحنا من ضمن فريق عمل موسم الرياض، يعني إحنا كنا قبل كذا برضو من فريق عمل موسم جدة، ولكن حاليا زي ما تفضلت إحنا نعتبر جزء من فريق عمل موسم الرياض الجبار. فإحنا عندنا سكوب فورك معين اللي هو تغطية الفعاليات، طبعا هذه زي ما تفضلتي كلها بتكون موجودة عندنا قبل ما يبدأ الموسم. إيش الأجندة، إيش الزونز، إيش اللي حيفتح عنا قبل. نعم ونحاول إن إحنا طبعا زي ما قلت لك أدوهان نعيش المشاهد في التجربة، سواء هو كان موجود أو إن إحنا نحمس إنه هو يجي. يعني إحنا بنروح زي ما تفضلتي قبل الزون، قبل ما يفتح نذكر ايش الاشياء اللي موجوده فيه، كيف يقدر يشتري التذاكر. صحيح. من وين؟ ما هذا اللي انا عشان كذا انه كيف ممكن ان انتم تغطون الفعاليات من قبل، كيف الناس بتعرف؟ صحيح صح. ودارك انت، هي سالتكم انتم السؤال نفس السؤال ترى. انت كاعلاء يعني انت كوجه اعلامي اعتقد بتروح ميديا. يعني اعتقد انه انت بتتدمر يعني عليك. هو يعني بس التدمير الحلو يعني. التدمير حلو لانه اول شيء احنا نحب هذا الشيء من زمان، احنا يعني قبل ما حتى نبدا فكره الحساب نحب دائما نكتشف ايش الجديد في مدينتنا اللي بدينا منها من جد، ايش في اماكن جديده فاتحه، ايش في اشياء. فنقلنا هذا الشيء الشغف والحب اللي عندنا الى عمل ويعني شيء رسمي. فطبعا احنا دائما عندنا بروسيس يختلف. انت ذكرتي سفراء الموسم، طبعا ما شاء الله عليهم كلهم يعني مبدعين بصراحه. صحيح ايوه. اللي يفرق انه احنا شركه متعاقده مع الموسم، بنصنع محتوى يومي. اجين مختلف عن حسابات المشاهير، احنا بنصنع محتوى يومي بخطه بسيناريو معين. فمثلا لما يجينا طلب ان احنا نغطي على سبيل المثال البوليفارد قبل ما يفتح بيوم، بيجينا فول بريف، احنا بندرس كتيم، بندرسه، بنحط السيناريو، ايش حنقول للناس. طب نقعد نفكر المتابع ايش يهمه يعرف، انا ما بكتب له كلام، ابغى اعطيه الاشياء المفيده. والله اعرف اوقف السياره فين، التيكت حشتريها كيف، مسموح ادخل ولدي، مسموح. نفكر في كل الاشياء هذه، نجهزها ونصيغها بطريقه حلوه وسلسه نقولها في التغطيه. والله جميل. وفي الجانب الاخر نركز على الجماليات، فالتصوير دائما بنستخدم معدات خاصه في الصوت وفي الصوره، في تثبيت الجوال. حلو. انه احنا خلاص ننقل الصوره مفيده وممتعه. هذه هذا بالجوال، كل هذا بالجوال. ما شاء الله. اسمحوا لي اسالكم سؤال اخير قبل لا اختم معاكم فقراتنا. خالد وعبد الرحمن، بعد ما ينتهي موسم الرياض واتس نيكست لسعودي اتراكشن؟ طبعا انا ممكن اخلي الاجابه عند عبد الرحمن يبدا هو اول. هو لن يفكر قاعد يفكر ايش في موسم جديد. طبعا المواسم هي هدف ان احنا نكون فيه، بس زي ما يقولوا يعني سكاي از ذا ليميت. احنا طموحنا جدا كبير ان احنا نكون الشركه الرائده والاولى في السعوديه في صناعه محتوى عن الترفيه والسياحه. طبعا هذا الشيء يعني بدا يصير لنا، وان شاء الله حيصير افضل بحقيقه الدعم اللي احنا وجدناه من الهيئه العامه للترفيه وعلى راس الان معالي المستشار تركي آل الشيخ اللي فعلا. وهنا أبغى أشير على نقطة مهمة. ناس كثير مثلا لما نتكلم عن الترفيه في المملكة يجي في بالهم طب أوكي مجرد حفلات غنائية. صحيح. عروض سيرك، طيب بس هذا ترفيه. لكن إحنا كشركة عاصرنا الجانب الآخر، الترفيه اللي بيصير عندنا في السعودية بيخلق فرص حقيقية للشباب وللشركات المحلية إن هم أولا يتعلموا، لأن إحنا بنحتك وبنختلط مع خبرات عالمية. جابل. لما نجينا سيرك دو سيلي على المملكة، لما جينا فرقة فلانية على المملكة، لما دبليو دبليو إي بكامل الكرو يجوا هنا. صحيح. وإحنا نشتغل معهم عن قرب كشباب سعوديين، بنتعلم وبنستفيد، بناخد فرصة كبزنس كعمل. فبهذا الدعم اللي إحنا بنلاقيه حقيقي يعني طموحنا ما شاء الله. يعني أضيف على كلام عبد الرحمن وعلى سؤالك انه احنا ان شاء الله قريبا باذن الله نقول ان شاء الله مع بدايه السنه الجديده كل عام وانتم بخير ان شاء الله والجميع. 2020 حيكون عندنا تطبيق سعودي اتراكشنز موبايل فون ابلكيشنز وفي يعني كل المعلومات مختص في قطاع الترفيه والسياحه. رائع جدا. يعني خالد عبد الرحمن باقيل، شكرا من جد. انا فخوره فيكم واتمنى لكم كل التوفيق يا رب. انتم بتسووا حاجه مره حلوه. نقول كلمة أخيرة طبعا في هذه المناسبة. اليوم فريق سعودي اتراكشنز أنا وخالد بالكامل نحب أن احنا نجدد البيعة والولاء لوالدنا قائدنا خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه. يعني ذكرى البيعة الخامسة، وإن شاء الله لمزيد من التقدم يعني للوطن. وطبعا ما ننسى أمير الشباب الأمير محمد بن سلمان الله يعطيه ألف عافية، يعني رؤيته هي اللي إن شاء الله نشوف فيها المستقبل. آمين. وطبعا نشكر جنودنا البواسل، يعني إضافة على كلام عبد الرحمن
الله يقويهم ويعطيهم ألف عافية. وأنا أحب طبعا أقدم بالشكر لكم أستاذ عبير أستاذ رندا وجميع فريق العمل في برنامج سيدتي، أتمنى لكم طبعا أنت كمان التوفيق ومن سيزن لسيزن إن شاء الله من نجاح لنجاح. وحاب بس أقول كلمة بسيطة طبعا في النهاية، طبعا شكر بسيط لوالدي ووالدتي الله يحفظهم وزوجتي وجميع طبعا أخواني وأخواتي وأهلي اللي طبعا دعمونا من بدايتنا صراحة، دعمونا في الفكرة سواء بالنصائح أو بالدعم، فهذا طبعا شيء الواحد لازم يقوله امانه اليوم طبعًا. احنا هم شايفيننا في مكان، وانت زي ما تفضلت ان احنا فخورين بكم، فهذا طبعا اكيد طبعا. طب خليني اقول حاجه واحده بس، نبغى نعرف اسم الوالده. الوالد جماله كمان. جماله والوالد عقيل ما شاء الله. ماما جماله ويعني وانكل عمو عقيل، تحياتنا لكم اكيد، ومره شكرا على الابداع اللي انتم جايبينه من جد، وان شاء الله يعني كل التوفيق امامكم. يعطيكم الف عافيه، وزي ما اكيد اهلكم فخورين فيكم، الوطن كله فخور فيكم، يعطيكم العافيه. وهذا شرف لنا، وطبعا احنا جزء من هذا الوطن العظيم، ولازم احنا نقدم قد ما نقدر شيء يليق باسم المملكه. يعطيك الف عافيه، نورتونا. الله يعطيكم. مشاهدينا هطلع فاصل واكيد مكملين معاكم باقي الحلقه. فربع الخالي ستجدون هناك مرشد سياحي محاط بسياح من مختلف دول العالم، وذلك للترويج عن السياحة الداخلية وبجهد فردي. ما هي حكايته؟ ما هو الدوافع وما هي الدوافع وراء القيام بهذه الرحلات؟ والأهم من هذا كله أكيد معرفة مدى تفاعل الناس وتقبلهم للسياحة في هذه الأماكن. أرحب في الاستوديو بضيفي متعب المحمود، أهلا وسهلا فيك مرشد سياحي. أهلا وسهلا. يعني متعب المحمود، أنت متشعب مرشد سياحي متشعب في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ولكن الربع الخالي أنت الوحيد، صحيح؟ نعم. أبغاك تكلمنا عن الرحلات بشكل عام اللي بتعملها للسياح، وإيش هي فكرة المشروع ككل؟ أول شيء أشكركم على الاستضافة. أهلا وسهلا. إحنا طبعا منظمي رحلات سياحية، ومن ضمن التنظيم رحلات سياحية الإرشاد السياحي، فهي تعمل كمنظومة متكاملة مع بعض، منظم يسوق ويجيب السواح، يرتب لهم الأمور الأساسية، بعدين المرشد يشرح التفاصيل. إذا كان في غير الربع الخالي يشمل طبعا عناصر أخرى في السياحة، مثل الفندق، مثل الموقع السياحي التاريخي التراثي أو طبيعي أو غيره، فهذه كلها هي البرامج اللي تقريبا نشتغل على التعريف فيها. جميل. يمكن ركزت على الربع الخالي، لكن أنا بشكل عام أعمل في المملكة بالكامل. في المملكة كلها. في الماضي كان في خلال العشر سنوات الماضية كنا نعمل على تعريف بمواقع مختلفة حول المملكة، وبما أن السواح كانوا هم المقيمين والسعوديين كذلك، فكنا نحاول نركز على أماكن مختلفة في كل ويكند. فكنا مجبرين على التنوع. الآن يمكن على التحول اللي حاصل مع افتتاح التأشيرات السياحية راح يعني أعتقد هذا اللي يمكن نوعا ما أجبرني على التخصص نوعا ما في الربع الخالي بشكل أكبر. الربع الخالي صراحة من زمان نفسي أزوره من جد، بس أخاف من الرمال المتحركة اللي يقولون عنه. هو مخيف بشكل عام. أي بس ما شاء الله بس فعليا يعني جميلة جميلة جميلة، يعني من جد أهنيك أنه أنت اخترت ذا المكان. بس دائما أي مشروع يكون قبل أي حاجة أنت عندك دافع له، يعني بدايتك أكيد أنه في شيء خلاك أنه أنت يعني تعمل هالمشروع هذا وتكون هالتيم ذا. أبغى أعرف شوي، يعني عندي فضول ترى على الربع الخالي تحديدا ولا على على المشروع نفسه. طبعا بدايتي قديمة من تقريبا 2002، يمكن بعد أحداث 11 سبتمبر كنت أنا أعمل قريب من أجانب. نعم. فكنت ألاحظ أنه في فهم خاطئ عن تراثنا، عن ثقافنا، عن فكرنا. فكان ذاك الوقت في نوع من الحمية يعني شوي، أنه أبغى أعرف فيهم، أبغى أعرف بتراثنا، أعرف بتاريخنا. فكانت اجتهادات حتى ما كانت بزنس ذاك الوقت. في عام 2006 اقتربت أكثر لهيئة السياحة.
وبدأت أعرف أنه في منظومة تعمل على هيئة السياحة للتعريف بالتاريخ والتراث وتنشيط السياحة داخل المملكة والتعريف بالسياحة في المملكة. فتدرجت فيها تدريجيا، ركزت فترة من الفترات على المواقع التاريخية بشكل أكبر، أجبرت على التنوع لأن السائح الحمد لله أنت أجبرت على التنوع بتوريهم أماكن أحلى. لا هو للاحترافية أكثر للأمانة، كل ما تخصص منظم الرحلات أو المرشد في موقع احترف فيه أكثر بحكم التكرار على نفس المكان. فلما أقول أنه أجبرت لما يكون معي مجموعة في مدائن صالح وبعدين ينبسطوا بالرحلة يقولوا أعطينا شيء آخر للأسبوع القادم أو اللي بعده، فهذا اللي أجبرني أني أنتقل إلى مناطق مختلفة وأنا كلها أحبها للأمانة. يعني أنت كمان عندك الشغف أصلاً أنه تكون مرشد سياحي، أنت حابب الفكرة ككل. لكن قبل كده أنت طب متعب فجأة، أكيد ما كنت مرشد سياحي طول حياتك إلا ما كان في عمل معين، بس بعدين توجهت للسياحة بشكل أو بنسبة 100%. كيف إيش كان يعني إيش كان عملك السابق؟ عملي السابق كان في مستشفى. إداري. وأغلبه كان حتى قبل العمل عمل المستشفى كنت أعمل مترجم. فانتقلت من مترجم إلى العمل في القطاع الصحي إلى السياحة. بس تحس إنه الترجمة ساعدتك كمان في الإرشاد جداً السياحي؟ جداً. صحيح. خاصة إني اشتغلت فترة من الفترات في تدريب عسكري قريب من تدريب عسكري، فخدمتني في التعرف على الصحراء أكثر، على التعامل بالفكر الأجنبي والعربي مختلط مع بعض. جميل. في التعامل مع البرامج البرية. يقولوا يأكلون حية. يعني ما دخل بالعسكرية مضبوط. طيب متعب بسألك، دائما في يعني في خيال، في أهداف أنت تتمناها، في شيء يعني كيف نقول أنه شيء أكبر أنت تطمح له، طموح؟ والله أنا اليوم لازم أتواكب مع توجه هيئة السياحة بالكامل. إحنا متوجهين الآن، المملكة متوجهة إلى في عام 2030 إلى 100 مليون سائح. صحيح. فالآن التوجه أكبر من أنه أنا أسعى إلى مجموعات صغيرة أخذها للربع الخالي. صحيح. فقط. فأنا كشركة الآن والحمد لله يعني كانت السمعة جيدة في الفترة الماضية تخدمني إلى إقبال كبير على سواح يعني على شركتنا، فصرنا نحاول نشكل في البرامج بالتعامل مع شباب سعوديين وشابات مرشدين في التعريف بمناطق مختلفة وفي الوقت اللي أنا أسوي فيه رحلات للربع الخالي. يعني متعب، يمكن فعليا الفيزا السياحية أو السماء أو هذا القرار لحاله بشكل عام حق الفيزا السياحية وأنه في سائحين غير سعوديين يقدروا يجوا المملكة فتح مجالات كثير خصوصا لشركة زي شركتك متخصصة فقط في السياحة. صحيح؟ نعم. فأنت بتساعد أنه أنت كمان توظف سعوديين كثير. نعم. زي ما ذكرت. نعم. مرشدين ومرشدات. نعم. هذه حاجة مرة حلوة. وكمان ذكرت لنا أنت قبل في بداية اللقاء أنه من مقيمين أو غير مقيمين في أشخاص بيجوا زوار على المملكة كمان، لو تذكر لنا بعض الجنسيات اللي كانت بتجي وحابة أنها تسوي مثلا رحلات معينة في المملكة. أول مجموعة هي كانت تنسق حتى قبل إعلان التأشيرة السياحية من بولندا. هولندا. من بداية بولندا. هولندا. وجو على افتتاح التأشيرة تقريبا بعد بأسبوع يعني. وأنا كمنظم رحلات أعتقد أنه بعد إعلان التأشيرة تبدأ الشركات تنسق على عام 2020 يعني. صحيح. وهذا فعلا الحاصل في معظم الشركات. لكن في شركات كانت أوريدي عندها الخطة وعندها الزبون اللي يبغى يجي في السعودية. أوكي. يعني عنده الشغف أصلا من قبل حتى فتح التأشيرات السياحية. في أشياء دائما تلهمك يعني عشان أنت تستمر بهالعمل وأنك تلقى متعتك بهالعمل. يعني أنا أحس أنه أنت أخذت أول شيء هواية. نعم. ودائما أقول الواحد لما يأخذ أي شيء هواية أو أنه يحب الشيء اللي هو يشتغله بيبدع فيه. نعم. إيش الشيء اللي ألهمك أنه أنت تستمر للآن؟ أنبسط كثير لما أشوف السائح تتغير نظرته لنا كمجتمع. أوكي. ولا أقول أنه كلهم ينظرون لنا بنظرة سلبية، ولكن حتى لما يجي مثلا يوم أمس كان عندي مجموعة طالعين لمنطقة حائل كلهم ما يعرفون حائل،
وكان فيهم مجموعة سعوديين كلهم ما يعرفون حايل. أيوه. فاليوم اليوم جاني بعض التكست وبعض الإيميلات يشكرون ومستون. هذا اللي يدفعني حقيقة للعمل أكثر في الموضوع. بعد حي وميتي يعني ما حايلة هالحايل. والله من جد كل التحية لهم. يعطيك ألف عافية متعب. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا. الله يبارك فيك. الشكر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين. شكرا. مهاب في الألام طويل قامة قديم قديم عهد باستقامة. مهاب في الألام طويل قامة قديم قديم عهد باستقامة. مثيل أبيه أشباها وفعلا عصي الوصف سلمان الشهامة. مهاب في الألام طويل قامة قديم قديم عهد باستقامة. مهاب في الألام طويل. السعوديين يتوصلون إلى ابتكار جديد أطلق عليه اسم البشرة المغناطيسية الذي يمكن من خلاله التحكم عن بعد في مختلف الأشياء مثل فتح الباب أو إغلاقه أو تشغيل الهاتف وغيرها من خلال تمرير اليد مع وجود الطبقة المغناطيسية. أكيد حابين نتعرف أكثر على هذا الاختراع مع ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من جدة عبد الله المنصوري، باحث سعودي ومبتكر تقنية البشرة المغناطيسية. أهلا وسهلا فيك عبد الله. يا أهلا وسهلا فيك. حياكم الله. حيا الله مشاهدين ومشاهدات. أهلا وسهلا وحياك الله. يعني فكرة الاختراع جدا رائعة بصراحة، يمكن كمان تناسب كثير من الأشخاص اللي عندهم فعليا أو بيعانوا من مشاكل معينة في الوقفة والجلسة، أهالينا كبار السن، أيضا كثير من الأشخاص اللي كمان ممكن عندهم مشاكل أو بمعنى أصح كمان ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن لو تكلمنا أكثر عن فكرة هذا الاختراع البشرة المغناطيسية وليش؟ زي ما تفضلت تذكرتي صراحة، هو عبارة عن بشرات إلكترونية أو بشرة مغناطيسية، وإحنا مركزين صراحة بالذات في ذوي الاحتياجات الخاصة. فالبشرة المغناطيسية ببساطة هي عبارة عن مغناطيس مطاطي ومرن شديد المرونة، ممكن تحطيه على جسمك ويأخذ شكل جسمك ويأخذ أي لون أي شعار، ممكن تخليه على شكل مثلا نجمة كلمة كلمة روتانا، أو تقدر تخليه نفس شكل جسمك أو اللون فيكون مخفي كمان تقدر تخفيه. هذا شيء مرة حلو. صحيح صحيح. فأكثر الفيديوهات اللي قاعدين تشوفوها الآن إحنا حاطينه واضح بس عشان إنه الناس يقدروا يشوفوه، بس في الحقيقة تقدر تختار اللون اللي تعجبكم. جميل. طيب أستاذ عبد الله، يعني إحنا نعرف إنه البشرات تختلف والأجساد تختلف، وممكن في مثلا أجساد يعني ممكن تتقبل هالمادة هذه أو هالشيء هذا على يدهم، وممكن أجساد لا ترفضها. كيف ممكن تتوافق الأجساد مع هالاختراع؟ أكيد أكيد صحيح. دحين عشان نحط أي بشرة أو إلكترونية أو مغناطيسية على جسمنا لازم تكون آمنة أول شيء، أو زي ما يسموها بايو كومباتبل، بحيث أنها ما تسوي حساسية أو حكة أو أي أمراض ثانية أصلا. ولازم تكون كمان ما تعيق الحركة، فمثلا ممكن نحطها على العين وما نبى نعيد حركة الجفن. كيف والشيء الأخير إنها لازم تكون مريحة زي ما تحطيناها على اليد. أوكي. فتقدر تحطيها على العين، إحنا حطيناها صراحة على الجفن موجود العين من برا. يعني بالرمشة نقدر نتابع حركة العين. أستاذ عبد الله والله أنت الآن خليتنا نبحر معك بدا الاختراع من جد وخليتنا نهوجس. يعني بالرمشة أنا ممكن أحرك الأشياء اللي أبغاها؟ والله يعني ممكن الناس العجازة كمان ممكن تستغل الموضوع هذا. هو صحيح، إحنا بنحاول بنوصل للأشياء هذه، بنحاول نوصل لتعابير الوجه حيث إننا نتحكم في الأشياء، بس التطبيق ما هو لينا إحنا، تطبيق هذا مخصصينه لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة.
بحيث انهم يقدروا يتحركوا، يقدروا يفكوا الابواب، يقدروا يتحكموا في الكمبيوترات، يشغلوا انوار، يطفوا الانوار، يفكوا الستاره، يطفوا الستاره، يعني يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. مستقل اكثر. جميل. طيب عبد الله، لو في مجال تحكينا اكثر عن اليه هذا الابتكار، يعني كيف ممكن يشتغل؟ اوكي، احنا مثلا حطيناه على طبقه معينه من الجلد، لكن ايش بيرسل رسائل معينه للاعصاب او للدماغ؟ لو توضح لي اكثر الاليه. لا، احنا في البشر المغناطيسيه فكرتها انه هي مغناطيس في الاخير. تمام. لو حطيناها على مثلا على اليد، اوكي، وكان عندنا سنسر او حساس قريب، نقدر نحسب حركه اليد او حركه الاصبع. لو حطيناها على العين، نقدر نشوف حركه العين، الجفن مفتوح ولا مقفل، العين بتطالع يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت. لو حطيناها على الصدر مثلا، نقدر نعرف اذا الشخص بيتنفس ولا لا. كل هذه التحركات بتسوي تغيير في يعني في المجال المغناطيسي من الماده هذه. وإذا عندنا حساس أو سنسر قريب من المادة هذه، نقدر نحسب التغيرات هذه. طيب بس عبد الله، كيف هنا لأنه نعرف أنه البشرة المغناطيسية بتساعد على فتح وإغلاق مثلا الباب، الأشياء البعيدة تقربها من الأشخاص اللي محتاجين زي ما ذكر ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف بتشتغل؟ كيف صحيح. مثلا أنا لما أركبها مثلا على الإصبع، على الصدر أو على العين، بيكون في مثلا استجابة لما أنا أفكر به؟ مو هو استجابة صح حقيقة في التعابير حقت وجهك، كيف المادة هذه بتتحرك. فخلينا نركز في حقون الاحتياجات الخاصة والإعاقة. فمثلا احنا ممكن نحط البشرة على الخد او يعني في اي مكان في الوجه، ما هي صراحة محدد المكان واحد. اوكي. وسوينا نظارة مثلا، النظارة فيها حساسات تقدر تقرا الاشارات من حركات الوجه. تمام. فالنظارة مع البشرة المغناطيسية تقدر تتحكم في الأشياء اللي حوالينك. جميل. واو. طبعا النظارة يعني مثلا نظارتي تقدر تكون إلكترونية فيها. بالضبط. طيب جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية يعني لها دور كبير، أو أنا أبغى أعرف إيش الدور الكبير اللي هي تكون فيه لكم أنتم كباحثين. جامعة الملك عبد الله يعني من أجمل الأشياء اللي سووها أنهم جمعوا من رأيي أفضل العقول اللي في العالم، يعني من جد على international standards، وعطاهم في مكان واحد ووفروا لهم بيئة خصبة جدا للأبحاث وللدراسة. يعني من جد يدعمونا من فكرة إلى نوصل لنموذج بحث علمي، ويأخذونا من بحث علمي إلى نبدأ شركة وإن شاء الله ننجح يعني بإذن الله. وراء كل خطوة من الخطوات هذه في فرق كاملة ومدربة على أعلى المعايير صراحة العالمية، صراحة يعني لبناء النماذج، الكور لابس أو الأجهزة العالمية، يعني فرق في الجامعة، يعني أشكرهم وأقدر صراحة جهودهم جدا. وبمنا بنشكر الناس، أنا حابب أشكر الناس اللي شاركوا في المشروع هذا، لأنه المشروع هذا صراحة مو مجهود شخص واحد، فأشخاص كثير، وحابب أشكرهم. نعم. جزيل الشكر وأقدرهم، وبالأخص المشرفين على البحث البروفيسور خالد سلامة والبروفيسور يوربين كوزل. ما شاء الله. وطبعا الناس اللي شايليني أنا وهمومي وهموم هموم بحثي، الوالدين وأهلي وأخواني وزوجتي، الله يوفقك. ممتد لهم الحب والشكر والتقدير. الله يعطيك ألف عافية عبد الله، يعني فعلا يعني شيء مرة يستحق أنه أنت فعليا تدعم أو يدعموك عشان. شكرا لك. طبعا خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين. مهاب في الألام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة، مهاب في الألام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة، مثيل أبيه أكدت دراسات علمية أجريت مؤخرا أن ممارسة الرياضة في الشتاء تساعد على التغلب على أمراض هذا الفصل المعروفة مثل الإنفلونزا، ولكن في دخول فصل الشتاء الكثير يتوقف عن ممارسة الرياضة. ليش؟ لأنهم يبردون. فما هي الأسباب وكيف نقدر
نشجع أكيد على التمارين في هذه الفترة. بنحكي بتفاصيل أكثر مع ضيفتنا بالاستوديو مروة هلالي مدربة رياضية. حياك الله مروة. أهلا وسهلا بنات. How are you guys؟ كيفكم؟ كيف كل أحد؟ وحشتوني. كله تمام. أنت كمان وحشتيني. والشتاء دخل ها؟ أيوه. وبدأت النصائح لازم تبدأ والفولو أب لازم يطلع والمتابعة. إي لازم متابعة، كلكم تعبانين وكل تعبانين شوية كذا. الموسم هو حق السيزون حق التعب. مرصية. حناني. هو شوفي اوكي حليب زنجبيل ما في مشكله، بالعكس هو موسم الاكل، بالعكس نفسنا بتنفتح مع البروده، نحتاج اشياء تدفينا ونحتاج ان نحن نكون يعني النوتريشن عندنا بيعلى، بس اتمنى انه يعلى بطريقه حلوه. يعني في الصيف بنكون بناخذ سوائل سالت كثير من الاشياء اللي بتخلينا يعني نكون فريش اكثر عشان الصيف وعشان الديهايدريشن والسويتنج. دحين طبعا الموضوع صار مالك نفس تاكلي سلطه، نفسك شيء حار دافي. نفسك في اشياء كذا ملغوصه فيها سمن. ايوه لا فانت ايش عسل. هي بتعاني ايش حنسوي عشان ما نسوي كذا ونعمل كذا، يعني نوزن الموضوع ان احنا نحاول ناكل اكله تدفينا تكون كومبلكس، يعني نتوجه للكارب الكومبلكس اللي هو الشوفان الدافي، تفطري فيه مثلا، تحاول انك انت ما تعمل سكيب لوجباتك لانه احنا كنا في الصيف بعض الاحيان بنعاني من ان احنا نتسد نفسنا صح. فدحين احنا في الشتاء في فرصه ان نفسك رجعت تنفتح وبدانا ناكل، فلا ناكل بطريقه غلط وبعدين نرجع ننقذ نفسنا في الصيف ونقعد في الدائره اللي ما تخلص. يعني خلينا نرتقي شويه وناخذ نصايح احلى غير اللي موجوده في السوق. فانه الفولو اب اهم حاجه، ان انت كيف لما بتبدا نفسيتك تنفتح، بتبدا العزائم تزيد، كيف ان انت تنجزي في النوتريشن. تنحف في الشتاء عشان خاطر الصيف. شوفي هي تنحفي، انا عن نفسي هو الناس الاثليت والناس الرياضيين يبنوا عضل في الشتاء خلاص وينشفوا قبل الصيف عشان في الصيف يعيشوا الشهر يكون جسمه ناشف ومرتب، يكون يعني بيتش بكيني باري بادي ولا ايش يسموه ده البيتش بادي. ولكن اذا انت ما انت هناك، انت زانه بس تبي تنقذي نفسك وتبغي الفتاه تروح ويمبروف يور هيلث، فجاء الوقت انك انت مثلا اذا نفسيتك مسدوده في الصيف او انك مثلا خبصتي في الصيف عشان كنتي في اجازه، ترجعي على الشتاء بيكون يعني فاميلي وروتين ومدارس وكل حاجه، انتهزي فرصه انك ترتبي اكلك، تاكلي اكلات تدفيكي ما تجوعك وفي نفس الوقت ما تخليكي تتعبي الاشياء سيئه. يعني ما تروحي طاعات مره قويه، حتى الطاعات القويه احنا از وومنز حتوجه دحين ذا الكلام لنا احنا الحريم، في عندنا مشكله هرمونات، في عندنا مشكله في ناس كمان احنا از وومن عندنا ريسبونسبيلتيز غير البيت وغير الفاميلي، فمره اشياء كثير بتخلينا ندهش في الاكل وبنهون على نفسنا ان نعزم بعض ونقعد نسوي طاعات قويه. انت ليه جبت سيره الهرمونات؟ لا لانه لازم، لانه حقائق علميه لازم نتكلم فيها كعلم برضو، غير ان احنا بنتكلم فيها لانها مشاكل بتواجهنا، لو احنا عرفنا نعمل لها كنترول الشتاء والصيف والربيع كله حيكون جميل لنا ويكون مرتب وبلانات حلوه وداخلين 2020. يعني ما طرنا دائما ذاك اليوم قاعده اقول في سناب جماعه ما طرنا، ما في بروتول دول اللي يتكلموا معنا، يعني كيف كذا احنا 2020 زي ما احنا والبنك لسه زي ما هو يعني فاينانشال ليفل. لا مو طيب انا عشان ادخل 2020 انا اقول لك انا عشان ادخل 2020 انا نفسي من جد انا كعبير اغير اللايف ستايل حقي طبعا. كل احد عنده بلان، نفسي اصحى بدري يعني مره قاعده عارف ذا الموضوع، فانا ابغاك تساعديني في شغله. فعليا انا ناويه مثلا يكون في الرياضه جزء من حياتي، بس انا دايم يعني تتعجزين يعني لا يا استني انا دايم اتعجز. ايوه اوكي صح معها كل احد عنده هذه المضاربه اللي في النفس حتى انا ترى لين دحين يعني بعض الاحيان قاعده اتكلم عن الوقت يعني بشكل عام دايم اختار وقت الخطا يعني احد الحين في الشتاء مصيرك انا ابغى اغير لايف ستايل في الشتاء. كل انسان عنده مشكله فتنسيه، مشكله انه هو امبروف في النهايه، ترى الفتنس والرياضه شيء امبروف لنفسك زي تطوير الذات زي تروحي تعملي تنميه الذات كورسات، نفس الشيء ترى الجيم بس انه هو فيزيكلي. فلما انت بتروح تتوجهي زي ناس مختصين عند مثلا ماستر ترينرز او ناس في الجيم عندك بيعملوا برامج خاصه، انت بتتثقفي لرحلتك انت في النهايه، لانه زي ما ارجع اقول بصمتك لك لحالك، جسمك نفس الشيء، اللايف ستايل تبعك. فانت لما بتاخذي التجارب مو لازم الاستمراريه قد ما انك انت لايف ستايل حقك عمل فيه استمراريه، تغيرتي من اشتراكك في النادي هذا، من وجودك مع المدربه هذه، صرتي تعرفي تتعاملي مع نفسك، لا تعملي اتكال على النوادي والجيمات بس. يعني في بنات انا عندي شطار استشارات
وارسل لهم بوستات على التمارين جسمها قاعد تغير وبتظبط وفي بيتها قبل ما تخلص او في المكتب، المهم اللي يناسبها، لانها ما تقدر تعمل مثلا وقت للشغل تروح ساعتين للجيم ولا تعمل بيرسونال تريننج. فشوف اللي يناسبك واعمل اللي تقدري عليه، لا تحطي جولز حقت الكتب، حطي جولز حق حياتك بشكل عام. مره يعني من جد احنا الحين يعني احنا حتى اصلا موضوعنا اليوم انه اغلب الاشخاص في فصل الشتاء يتكاسلوا ان هم يسووا الرياضه. طبعا اول حاجه تغيير الجو، حتى الرياضيين طبعا ايوه تغيير الجو، الفلوز والفيروسز اللي بتنتشر من تغيير الجو، مطر برد حر شمس، يعني قاعدين يتريقوا الحين على الجو انه صيف شتاء شتاء صيف صباح ليل، ما انت عارفه ايش تلبسي حتى. سو هذه كيف تتعاملي معها؟ اول حاجه مناعتك لازم تعملي نوتريشن يزود المناعه، تاخذي انتي اوكسيدنتس، تاخذي بيريز كثير فروتس، تظبطي وجباتك انها تكون مرتبه عشان جسمك ما يقعد كده كل شويه يهنق مع حياتك اللي انت كل شويه تتغير كل يوم. خلي اكلك ونومك والروتين حقك ثابت قد ما حياتك تتغير. هذا شطارتك انت، هذا شطارتك واستحقاقك لذاتك. كل ما انت عرفتي تزودي استحقاقك لذاتك وتعملي اولويات، انا كده كخبيره دائما حتى لانه بناتي البرايفت، كيف حغيرك مثلا انت انسانه عندك 40 كيلو دهون، كيف حنزلها اذا مثلا العقل والمخ والروح ما تبغى؟ فلازم انت روحك ومخك وعقلك من جد لما بتكتبي برايورتيز ما بتكتبي الفاينانشال اهم شيء والفواتير والمشاكل، بتكتبي كمان حاجاتك انت اول، بعدين الهرم يبني انه يخلص هذه الاشياء. لازم تحب نفسها يا مروه علشان هي تقدم لنفسها هذه ايوة الاشياء. طاقات كبيره اكبر من انه مضاربه انه جيم وزحبتي وهي انت فين ايش تبغي؟ انه لما تروحي توصلي في المكان وبتشتركي برضه انت ايش تستفيدي منه؟ مو تستني احد والمدربه ما هي كويسه والجيم فيل وكل احد فيل والسعوديه فيل، ما له صلاح. هو انت كيف تكوني هيلثي وتدوري افضل حلول في المكان اللي انت متواجده فيه. طب ابغى افضل تمارين، ما في افضل أنا تمارين انا اقدر اعملها بفصل الشتاء. هذه انت ممكن تتوجهي لمدرب شخصي مثلا معايا، بيشوف اللي يناسبك، بيشوف اللايف ستايل تبعك، عندك جدول خاص فيك بشيء عام في مليان عام، بس لمتى حنقعد عام وما نوصل؟ عرفتي يعني خلينا في الشيء اللي من جد يعني يستفيد كل البنات. يعني مثلا انا عندي الاونلاين صار كثير مثلا من الستيتس والاشياء هذه، ممكن انت اي ترينر عجبتك تتواصلي معاها تعملي تسجيل، وفي بنات حتى هنا عندنا صاروا شاطرين وبيعملوا لك وانت جالسه في البيت اونلاين. لو فيكي حال مره واو عندك السلف كير مره عالي وتبغي ترينر، ممكن توجهي ترينر حتى لو 2 سيشنز 3 سيشنز تديكي بيسك حق 3 شهور تعمل معاكي فولو اب. المهم انك انت يعني ما في شيء بالعاميه لكل احد، في بالعاميه اديكي كرانشز بوش اب طفشانين منه يعني صح. يعني حعيده ليش اعيده؟ طب ما احنا نخش في الحلول. لا مروة على طول تعطيكم كذا لانه حقيقي انا كنت هناك ولفيت زي الفار اللي يجري في ديك الدائره اند ذن وات عرفتوا لمتى؟ فلازم نوصل لحلول من جد بتنجزي. لما بتشتركي بتحسي الفاليو حق الاشتراك، لما بتروحي بتطلبي خدمه من ترينر او من تغذيه او حتى من اي دكتور تعرفي تستفيدي. يعني انت من الناس المجتمع لازم جست ويرنس وعي أكثر. الوعي عندنا من جد لازم نزيد ثقافة الوعي الرياضية. ولكن خليني أتكلم معك عن حاجة ثانية مروة دحين. الناس اللي في فصل الشتاء ما بتحب، بس أنت عن نفسك مش يعني مدربة بتشجع وبتفضلي أن الناس من جد في فصل الشتاء أنها ما تقطع الرياضة. كل شيء له شيء، الرياضة جزء من حياتك، في الشتاء لها شيء، في السفر له شيء، في الحمل له شيء. طيب هل هي صحيح في هذا الفصل تحديدا هل هي صحيح الرياضة في هذا الفصل تحديدا في الشتاء بتعطينا مناعة؟ طبعا اول حاجه البرد الكثير هذا يقل لما تروحي تعملي كارديو، جسمك البلد سيركيليشن حقك يزود اكسجين في جسمك الدوره الدمويه فيكي ايوه، فهذا الشيء مره بيعلي النفسيه، بيعلي انك انت ما تكوني بردانه. يو جونا فيل جود، يعني بتحسي شعور مره حلو يخليك تكملي الرياضة أصلا، يحمسك تيجي تاني مرة، حيوحشك شعور إنه الدفى دا وفي نفس الوقت أنت كنت بردانة في البداية وتحسي التقل في جسمك، بعدين لما بدأ يدخل الأكسجين كيف خفيتي وصار أيوه صار يومك طبيعي. فهذا الشعور حق الكارديو بنفيت مرة حلو تقدري تعمليه وتنجزي فيه. بنى العضل مرة حلو مع زيادة الأكل اللي إحنا قاعدين ناكلها، لو رتبنا أكلنا بطريقة يعني تنفعنا بذكاء انك انت كل احد باللايف ستايل حقه، ما حد فلسفه اقول انت كذا قانون عام الضارب ما
ما في كده. يعني الاسبيري كل شخص بالحاجه اللي اسمعي لحياتك، اسمعي لحياتك كمان. يعني انا في النهايه كوتش اخليكي تسمعي لك انت، وانا نفس الشيء عندي رحلتي وقاعده اسمع لي. يعني مثلا انت ايش تسوي، ايش تاكلي؟ فانا اكل على حسب يومي، مثلا في يوم اكل فيه 5 وجبات، في يوم اكل فيه 2 وجبات، ما في قاعده، لانه بمشي على حسب يومي. وصلت للوعي اللي اعرف اتصرف مع جسمي ايش يبغى، حتى نوع الاكل. بعض الاحيان عضلاتي من كثر الكرف في عضله تبغى بروتين عالي، لا في من كثر بس اخذ بروتين خفيف خضار وكذا. الديبنس كيف تسمع لنفسك. فهذا انا الشيء اللي ابغى وعيه لكل بناتي وكل احد حواليني، انه انت لازم النوتريشن طاقه مره كبيره. يعني في ناس ما تقدر توحدي الاكل، كل احد عنده روحه وعنده الذوق وعنده طريقه اكله. فكيف انا اروح اخلي كل احد ياكل صدور دجاج مثلا ورز عشان تري عندك؟ طيب اسمعي مره، يقولون لك في دراسه بريطانيه تقول انه 31% من الناس اللي يمارسون الرياضه يعني مناعتهم تقوى. صحيح. وما تجيهم زكمة ولا تجيهم امراض. شوفي انا عارفه قديش اؤمن في الرياضه، لدرجه ان انا مخليتها 9 ساعات في يومي رساله للناس وليا. يعني انا اؤمن في الرياضه كثير يا مروه. لا انا وجهت، انا حياتي موجهه بجوز ولونج تيرم وشهادتي ودراستي. يعني خلاص صار ماي كارير، زي شايفين انتم كيف جالسين هنا، كارير حقكم. صحيح. هذا الكارير حقي، ولسه انا اشوف اني طالبه علم في البدايه، ما وصلت للمرحله حق الوعي العالي اللي اعرف كيف اني اوصل للريل هيلثي، لانه لسه اي واز لايك جاست 8-9 years وخبره وخدمه يا باشا على ما شاء الله. 9 سنوات كمان حاجه واشوفها في البدايه، ما اشوف اني لسه انجز، لانه كنت انسانه اوبيز 110، بعدين كان عندي حوض مكسور، عندي كتف مكسور. يعني قاعده اعمل هيلينج لانسانه كانت في وعي غير، وقاعده ابني، قاعده استثمر في نفسي. فصار استثمار لنفسي، ورحلتي هي المشاركه وهي الكارير حقي. جميل. ومؤمنه فيها لدرجه انه مخليتها الكارير، لانه حقيقي شايفه التغيير. واحنا كمكان هنا نحتاج احد زي كذا يقعد يزن ويسوي حوالينكم، حيخلي كل احد. يعني ابغى كوميونتي هيلثي. انت لما تجينا نتحمس نروح للنادي، لما تطلعين من هنا تسحب على الموضوع. هذا السلف ديزيرف، يا ويلك مني. لازم السلف ديزيرف يعلى، مو شرط بس انا اصحيكي واعطيكي طاقه ايجابيه واكون يا ناس وكيوت. اوكي اوكي، بس لمتى؟ لازم احنا نحتاج ان احنا نوعى ونعمل سلف ديزيرف مره عالي لنفسنا، استحقاق كوتش لايف لنفسك، عرفتي؟ أيوة. البلانز، يعني دحين انا بناتي البرايفت خلاص، احنا في ديسمبر قاعده اشوف انا موجوده في الرياض مثلا 8 شهور، يلا مين حيكون معايا؟ ايش البلانز؟ في ناس بياخذوا بالير عندي عشان تستفيدي، في ناس بيجوا ياخذوا بالبروجرامز بالشهر بشهره عشان ظروفه وي بتظهري بتعملي اوكي، بتكوني عرفتي في البلان انك انت ممكن ايش تسوي. بلاني حتساعدك انك انت ممكن تفكري في اللونج تيرم حق السنه كلها، حتى لو اون اوف، حتى لو انك تزوريني شهر في السنه. أيوة. فهذا الشيء مرة حلو إنه يطور من الهيلث كوميونيتي. يعني مروة أنت مع وبقوة وبتشجع الرياضة في كل الأوقات، وتنصح فيها من جد، لأنها بتساعد زي ما ذكرتي في رفع المناعة عند الشخص، وكمان إنه ما يكون في اكتئاب نوعا ما بحكم إنه شهر البرد والخمول وكذا. بالضبط، يعني مرة حتى ما يخلي جسمك بشرتك تنشف من البرد، عظامك توجعك، عضلاتك تتصلب ترى، وتسبين المود حقك لما عضلاتك تتصلب يكون في لاكتيك اسيد اوريدي بيرن من عدم الحركه، which is انه بيخلي مودك مو حلو. طب وتقعدي تتدفي وتريحي تريحي، بعد التريح من التريح تطفشي من التريح، لانه احنا كهيومن نحتاج مريحين، في عندنا طاقه. ايوه في طاقه لازم تطلع، ما ينفع في البرد في الحر في الشتاء في السفر في الزواجات في كل الامور الحياه. هذا جزء مره مهم ما يتجزا، اكل نوم رياضتك اهتمامك في ذاتك الساعه اللي هي مثلا ميك اب وشعر، واعملي مثلا 20 دقيقه تعملي فيها مشي شويه في الحاره اقل حاجه، اي حاجه تضيفيها تفيد. صحيح. تخليكي اجمل، تخليكي احلى، تعرفي تكوني انت كمان 10 سنين قدام زي ما انت تبي تكوني. صحيح. هذا احنا الحريم يعني. انا معك. از وومن عندنا معاناه كبيره من ذا الموضوع، في تسوي مشاكل يعني، فليش؟ يعطيك العافيه مروه، يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب حبايبي. ثانك يو مره شكرا على تواجدك معنا، وشكرا على هذه المعلومات، يعطيك الف عافيه. حبايبي اي لاف يو، سي يو نكست تايم ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا نطلع فاصل ومكملين معاكم باقي حلقتنا. مهاب في الانام العاشر.
العزف بأيدي سعودية أصبح له شأن واهتمام بالغ، البعض بدأه كهواية والبعض الآخر كموهبة وسق له بالتدريب وأيضا بالدراسة، وقد اهتمت بالطبع المملكة العربية السعودية بكل الهواة والمبدعين في مجالات الفنون المختلفة والموسيقى بالطبع بشكل ملحوظ. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو عازف من كون مختلف، نوري أحمد عازف بيانو. أهلا وسهلا فيك، الله يسلمك، نورتنا. من نورك والله، الله يخليك. يعني أنت فاجأتني قبل نبدأ الفقرة على طول ما شاء الله كتب مقطعين، ولكن نوري في البداية خلينا إحنا وأيضا السادة المشاهدين نتعرف عليك. طبعا أنا نوري أحمد، أدرس حاليا هندسة على وشك التخرج إن شاء الله. عندي آلة العزف، هذه أهم شيء عندي في حياتي، يعني يوميا أمارسها لما يقارب 4 ساعات إلى 3 ساعات. هواية. لا، يقولون لك دائما العازف يهرب من الواقع على آلته. هو صحيح. ابتسمت من جد. لا صحيح، إذا صارت عنده مشكلة، إذا صارت عنده مثلا حاجة مرة مضايقته على طول. لا صحيح، النوتة مرة صعبة. أنا صراحة ما أعزف نوتة. ما تعزف. ولكن سمعي مرة قوي، لأن من يوم أنا صغير، من كان عمري تقريبا 6 سنوات، كنت أعزف على كيبورد حق كمبيوتر أول ما طلعت الكمبيوترات. آه ما شاء الله. فأنت متعلم سماعي. أيوة سماعي. أول مرة كان معك آلة كانت عمرك 6 سنين؟ 6 سنين بس مو آلة. ما على الكيبورد. على الكيبورد حق الكمبيوتر. ولكن بس كنت تسوي نفس حركات البيانو. أيوة كنت أعزف على التلفون. تذكرين التلفون قبل أيام. صحيح. طب متى بدأت أو متى اقتنيت أول آلة عزف؟ كم كان عمرك؟ تقريبا 7 سنوات، كان في عيد ميلاد صغير مره، يعني بعدها بسنة. واو. دائما اقول الهوايه، لازم الهوايه دائما الشخص اذا حب حاجه، يعني صحيح. انت مجالك يختلف عن هوايتك. فاستمريت فيها. والله شوف، بما انك مهندس نبغى نسمع شيء من جد. خلاص اتحفنا. وش خاطركم تسمعون؟ الف مره خنتني. لا يا رندا نور، شوف من جد من جد، انا ما سالنا احنا هو اصلا ايش الانواع. انا الميوزك عامه احب اني اعزفها، ولكن اقدر اعزف اغاني واعزف اغاني يعني، والاغاني اعزفها مو ما اعاني وانا اتعلمها، بالعكس يعني اسمعها مره مرتين ثلاث خلاص بسهوله. خلاص تفضل تعزفها. فخلاص الاذن متعوده على. طب ايش تحب يعني؟ تقدر تعزف لها 1000 مره؟ لا يمكن، ما يمكن مو مجهزها، بس ايش تحب الان؟ الآن خلني أسمعكم شيء حق عازفة صينية. زين. المعزوفة اسمها أوشن أوف هوب. أوشن أوف هوب. فهي مرة لم شوي سمعتك إياها. تفضل. جميلة. إيش معناها؟ أوشن أوف هوب. محيط الأمل. محيط الأمل، إلا السعادة. أي السعادة. Thank you.
الله من جد أنا يعني حنا أحسيت خلاص ما شاء الله يعني ما يعني وأنت بتعزف قاعد تفكر ما شاء الله تبارك الرحمن يعني مرة متقن لدرجة أقعد أفكر ما شاء الله كذا بس تعلم سماعي وهو هاوي ما زال يعني فما شاء الله نوري عزفك جدا رائع أكيد لك مشاركات أكيد إلا ما تكون يعني أبغى أسألك دحين كثير أسئلة بصراحة لازم تشارك في أماكن ونسمعك والمملكة صحيح. كلها تعرف أنه نوري عازف البيانو هذا ابن المملكة العربية السعودية من جد لازم تبدأ تعلم ناس يكون عندك مدرستك الخاصة كلمني عن هذه الأفكار كلها هو طبعا أفكر في ذا الشيء ولكن في عندي ضغوطات دراسية ضغوطات تخليني أوقف عن أني أعلم أحد ولا أني أفتح دورة ولكن مشاركاتي ما توقف خاصة في الرياض وبعد ما صار الموسم مشاركاتي تقريبا في كل المواسم اللي صارت في كل المناطق في الونترلاند في المربع في كل الأماكن اللي صارت فيها فعاليات في موسم الرياض في مدينة الرياض إيه في مدينة الرياض فبحكم أني أنا عايش في الرياض صارت عندي هذه الأشغال في الرياض حلو بس أنت من أهل الشرقية أي من أهل الشرقية أوكي من الحسا لا من صفوة أوكي حياك الله من بحاله يا شيخة من فين مكان هو كفاية النسوة هو أيوة اللكنة واضحة شرقاوي يعني بس كذا عرفتي بالضبط لا لهجتي أنا تكون غريبة عادة ما يقدر يقصدوني يعني يقول ناس حساوي ناس يقول كويتي ناس يقول ما تفرق أنت سعودي القلب ويعني الهمة والآداء وهذه الموهبة من جد جدا رائعة أنا أول مرة في حياتي فعليا صار لي كم بشتغل في سيدتي المخرج بيتكلم أنه بدي الطريقة أنه أنا أبغى أسمع على فكرة ترى هذا طلب مو مني لا معلش يعني فعليا أستاذ علي أول مرة يعني يكون مرة متحمس أنه هو يسمع فنان بهذا الشغف الله يسلمك فرجاء سمعنا الله يسلمك طيب تبغون تسمعون تفضل مح نوري لما مثلا تكون مع زوفة تحز يعني كذا هادية لا حسب لمسته يكشر إذا كان في شيء يفرح يبتسم مرحب بهذا التعابير طيب خليني أسمعكم شيء يعني هو فيه حزن وفيه يعني هو اللحن ما يدري عن نفسه شنو يبغى يصير بالضبط أوكي. بس إنه فيه حزن وفيه فرح أوكي ما في مشكلة سمعني
العافية نوري، من جد كثير انبسطنا بجيتك تشريفك لنا أكيد. نتمنى لك أكيد الدعم الأكبر نوري، ونتمنى لك أكيد تكون في مكان أكبر إن شاء الله بإذن الله. الله يخليك إن شاء الله، ومرة مشكورين على هذه الاستضافة الجميلة وما قصرت. يعطيك ألف عافية، موهبة مثلك أكيد لازم ندعمها. شكرا لك. الله يخليك. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين. ختام وبالله والله يا ربي، هذه ترى ثاني مرة أسويها فيكم، معلش. طيب طبعا الحين وصلنا لختام حلقتنا اليوم، إن شاء الله أشوفكم بكرة بنفس الوقت في أمان الله.